وليد طيب الغيره، ما هو انا هقعد بقى ابص لوليد وابص لسعد وابص بتحصل اكيد، لان احنا كلنا لعيبه كره. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن اسلام، بتعدي الحاجات دي ازاي؟ اكملها بس لسعد للامانه يعني، تحسب لسعد ان لما قعدنا واتكلمنا مع بعض وابتدينا نتكلم مع اللعيبه، سعد قال لهم لازم يكون في انكار ذات، يعني واحد مثلا زي وليد سليمان ما بيلعبش، واحد زي انا ما بلعبش، بكون مبسوط، بحاول انقل ده للعيب الصغير ان انا راجل ما بلعبش، يعني الاول والاخر القرار للمدير الفني طبعا، ما بعملش جو وحش للفرقه، لازم تكون مبسوط. الناس الكبيره اللي في الفرقه يعني بصراحه، سعد اللي قالها في 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 المحاضره اللي كنا قاعدين مع بعض، في اول محاضره قعدنا مع اللعيبه، قال لهم لازم يكون في انكار ذات عشان الفرقه دي تنجح، ولازم نبص للناس الكبيره، الناس الكبيره ما بتلعبش وبتبقى مبسوطه في ظهر اللعيبه. وحاجه كمان تحسب لسعد للامانه، لما رجعنا قبل ما نسافر كاس العالم كنت انا مصاب يا كابتن لو تفتكر، كان صلاح محسن يعني زعلان شويه انه ما بيلعبش، واخد جنب، انا يعني بقول بالاسم عشان دي حاجه كانت قدامي، واكرم توفيق. اوكي. سعد قعد معاهم وجاء قال لي تعالى نقعد معاهم تاني ونكلمهم ان هتجيلهم الفرصه وهتلعبوا. صلاح كان عايز يخرج اعاره. كان طلب انه يخرج، طلب انه يخرج اعاره قبل كاس العالم، قبل القايمه يمكن باسبوع ولا حاجه. ابتدوا يسمعوا لنا، والامانه كان سعد اتكلم معاهم عشان سعد دايما اللي هم القريبين من القريبين من اللي هم اكرم وصلاح. وبصراحه للامانه الولد صلاح بعد ما عرف ان احنا مسافرين جه شكر سعد قدامه وشكر، قال لي يا كابتن كويس ان انتوا كلمتونا، بشكركم انتوا وقفتوا جنبي. الراجل ابتدى يسمعني، والراجل بعد ما كان انا كان هو حاسس ان الراجل واخد جاب منه، قلت له يا صلاح مفيش كده، المدرب لما بيشوف حد كويس استحاله مفيش حب وكره، هتلعب يا ابني وهتجي لك الفرصه. وفعلا جه شكرني وشكر سعد، وصلاح دلوقتي من واكرم الفرقه، واكرم طبعا ما شاء الله تبارك الله.